أنا متأثرة بفقدان والدي. أنا حساسة تجاه الضعفاء في المجتمع مثل الأطفال أو النساء أو الشيوخ أو من يمر بأزمة جدا حساسة. أنا مخاطرة في حين يتعلق الأمر باتخاذ قرار له علاقة بشغفي بالحياة. جميل. أنا معجبة ب بنفسي. صدق؟ طبعا. جميل. صدق على طار الإعجاب، من المطربين يعجبونك؟ الجدد أقصد. الجدد للأسف أنا مش ما أحفظ أسماء بقدر ما أحفظ أغاني أو أحفظ ملدي نغم معين. نعم. مو مثل قبل كنت أركز على مطرب، هسه أكثر أركز على النغم، فيعجبني نغم بس أنسى أحفظ اسم المطرب للأسف، فما أريد الموضوع يكون بحساسية. جميل. أنا مجبورة على ما مجبورة على شيء. أنا أهتم ب أهتم بتطوير ذاتي. أنا مغرورة على لا أغتر بشيء. توج قلتي يعني معجبة بنفسي لكن لا أغتر بها. لا بأس أن تحب نفسك وتعجب بها، بالعكس هذا أمر صحي، نتعلم نحب نفسنا، نعجب بإنجازاتنا، نعجب بنفسنا، بس انتبه من الغرور، في فرق كبير. جميل. أنا مساهمة في العطاء. جميل. أنا عنيدة مع عنيدة ما أعتقد أستخدم كلمة عنيدة بقدر ما أستخدم إصرار. أنا شرسة حين يمس الضعفاء. نعم شرسة، للأسف ما أحب أكون شرسة، بس حين يتعلق الأمر بالضعفاء نعم أدافع عنهم بشراسة. جميل. فقرة أخرى وهي فقرة لا أنسى. لا أنسى صديقاتي في الابتدائية. نعم. ما زلتي على تواصل وياهن؟ لا للأسف، بس أكثر أتذكر المعلمات، يعني ما عندي علاقة بأي صديقة من الابتدائية للأسف. لا أنسى اليوم الأول لدخولي مدينة الصدر. صحيح. لا أنسى كل من وقف بجانبي. أكيد مستحيل أنسى اللي وقف بجانبي. نذهب إلى الفقرة التالية، وهذه الفقرة يكون الجواب عليها بنعم أو لا. تمام. هل توافقين أن تكون الزوجة الثانية لإنسان تحبيه؟ والله لا أعرف. هو ستصير الأولى وبعدين عود الثانية. ترى أني يعني مختارة أني الوضع اللي أني بيه، يعني مش أنه أنتظر زوج أو أنتظر شخص يكملني، أني أشعر بالسعادة كما أنا. إذا جاء الشخص اللي يزيدني سعادة ويزيدني بهجة رح أنطيه فرصة. مسألة متزوج أو لا يعني ربما، بس ما أعرف، ما مقرر بهذا الموضوع. تعدين نفسك أكثر إعلامية عربية تعرضت للمحاربة؟ لا أعتقد، لا بالعكس، أنا محظوظة بالحب وأجد نفسي مميزة بمسألة حب وولاء الجمهور إلي، والله سبحانه وتعالى رزقني أكثر من جمهور بالعراق، بالسعودية، بالخليج، لدي جمهور في موريتانيا وأحبهم كثيرا، يعني ما عندي، لا 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 أعتبر المحاربة يعني كانت كلش صغيرة والحمد لله. يعني في فترة ما توقعت أنه التلفيق ممكن يمس، بس يوم دخلت شارع المتنبي وشفت شقد ببغداد في ناس حولي ويحبوني اعتبرت هذا تاج يعني، وأعتبر نفسي محظوظة بالمحبة أبدا، لا ما أعتبر نفسي محاربة. جميل. تآمرتي على إحدى زميلاتك وأخرجتيها من مكانها الوظيفي. مستحيل. هل أنت نادمة على دخولك المجال الإعلامي؟ أبدا، فخورة، سعادتي، شغفي. للشهرة ثمن، هل تدفعينها من خلال تقييد حركتك؟ نعم، أدفع ثمن الشهرة يوميا. هل فكرت يوما ما بالاعتزال؟ بالاستراحة بس مش اعتزال.